ندخل على التاير. التاير شبيه بالأدفانس كنترول، أكو الأبيض قلنا هذا هو السطح وهذا هو الجوينت. زين، أنا السطح إيش أريده؟ السطح تكون به هذه الإنهاء، فأسحب هاي الصورة وأخليها هنا، ما راح يأخذها. تمام، أدخل على النام بيتماب، هو أصلاً مسلكها إلي، أقول له أوبن، صارت هذه هنا. زين، أرجع بالباق كذا، الباق هنا البامب كلش قوي مالته، إيش أسوي له؟ أرجعه مثلاً 100، أوكي، أقل بعد 25. زين، يحتاج كذلك شوية أكو ريفلكشن يكون بي. نجيب رايترز، نقول له أوكي، نرجع نعطي قيمة جدا قليلة وليكن 5 أو 2. زين، وشوية أوباستي، نجيب احتمال 85، 90. هو ما بيه شفافية، هو بس انعكاس. لا، ما بيه شفافية، أنا آسفة. هسه هذه الماتيريال هي اللي صار بيها جريد وصار بيها الإنهاء، هي اللي أقولها هنا أنا شو، واليوفي مالته هذا نكبره، احتمال نسوي 2 2 2. اوكي، زين، هنا انا احتاج اجيب شويه احركه، فافتح القزمه واحركه في الاتجاه حتى يكون بالسنتر، او في الاتجاه ممكن هيجي. هسه نروح للكاميرا و الرندر لقطه، إذا حبينا إنه نسيف هذا الصورة عن طريق السيف، فراح تكون رندر 01 مثلاً جي بي جي ولا سيف. أوكي، زين، أسوي لقطة ثانية ولتكون جوية بالتوب برسبكتيف. طبعا الجوية حتأذينا، لازم احنا هذا نغير الماتيريال مالته، قلت شي رصاصي و اسوي كوبي من هنا، اوكي، وكوبي ثانية من هالجهة، اوكي، اللي هي مكان البيت. احنا مبدئيا اذا اردنا هيك لقطة اخذ نسوي فد اشجار ثانية او حشائش، ممكن هذي بالار اسكيل ازغرها. بالدبليو اخذ من يمها نسخة او نسختين و ازغرها بالسكيل بعد اكثر، اخذهم ذولي دبليو موف كوبي، اوكي، روتيت، اوكي، دبليو، احركهم هنا و تكون مثلا هذه هي لقطة مالتي، هذا نعطي R في الاتجاه، W حركة حتى لا تطلع عندي السماء، اوكي، أني هذا ضبطت البرسبكتيف، كنترول C صار هذا كاميرا. تمام، أروح على الكاميرا، سلكت كاميرا و موديفاير، أقعد
أغير الأبعاد إنه أتقرب أكثر، 35 ممكن أصعدها. أوكي، هذه لقطة ثانية. طبعا هذا نعطي ماتيريال حشائش، أوكي، وهذا إحنا نعطيناه ستوكو. ممكن أرندر هاي اللقطة همينة، كش بعيد ستوب. ليش؟ لأن أنا ما فعلت الشيفت F حتى أشوف اللقطة مالتي. من أفعلها هسه عرفت إنه مش قد أني طالع لاندسكيب أكثر من الموديلنج مالتي. أني عندي أهمية هي سلكت كاميرا، أتقرب أكثر 50 وأصعد القيمة إلى أن أوصل. أوكي، ممكن شوية أتحرك من هالاتجاه وأتقرب. أوكي، وأرندر. أغير ماتيريال هذا، أخليه مثل الجراج، واليوفي حتى يكون يشبه هذا. قلنا ننزل لجوا، أكو أكواير. ليش احنا هذا؟ يمكن هما اصلا صايرين مشابهين. هذا يوفي بوينت 7 وهذا بوينت 7، اذا هما اصلا اكوار، لذلك ما قدر ياخذ كليك. تمام، هسه ارندرها. بعد ان كملت اللقطة مالتنا نقدر نسيفها، لما عندنا رندر 01 هاد تكون 02 JPG سيف. اوكي، وممكن نغير نوع الشجرة او الحشاش اللي موجودة. كان هذا اللاندسكيب هم أتينا نغيره، هنا أنا طالع بس لون. إلى الآن تقريبا كملنا، أخذنا المواد شلون نسويها، شلون أسوي ميرج للموديلينج إذا أنا مسويته بغير فايل، أو شلون ممكن أشتغل هنا أنا وأنطي رأسا المواد، وبعدها شلون أضبط الرندر والإضاءة. وشكرا.